ولمعرفة تطورات المشهد في السودان في ظل مخاوف من اتساع رقعة المعارك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السوداني السيد حسن إسماعيل. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سيد حسن. بعد سيطرته على مطار مروي والقصر الرئاسي، الجيش يتحدث عن طرد قوات الدعم السريع منهما، هل هو تكتيك برأيك من الدعم السريع لإنهاك الجيش، أم ما الذي يجري بالضبط؟ حقيقية وهذه نتائج واقعية على الأرض. المعلوم أن الفوارق الكبيرة جدا بين الجيش السوداني وبين هذه الميليشيا المتمردة، الفوارق في كل شيء، الفوارق في السلاح، في الطيران، في المدرعات، في المجنزرات، في الخبرة القتالية. الجيش السوداني يقاتل منذ 60 سنة ويدافع عن الحدود ويدافع عن الجغرافيا السودانية، ثم الفوارق في العقيدة القتالية الوطنية القومية التي تفتقدها ميليشيا المتمرد حمايتي. بالتالي كان من السهل جدا أن تستعيد القوات المسلحة هذه المواقع، خاصة أن دخول قوات حمايتي لمطار مروي كان بسبب محاولة تأمين مطار لاستمرار التمويل والتشوين، تشوين الذخيرة والمهام والمهمات العسكرية. ولكن بالنسبة لفشل الخطة المركزية أساسا للاستيلاء على السلطة في الخرطوم، أصبح وجود الدعم السريع أيضا دوافع وجود الدعم السريع في مطار مروي العسكرية والتكتيكية غير متوفرة يعني. نعم، كيف تقرأ قرار إنهاء انتداب ضباط المخابرات العامة السودانية في الدعم السريع؟ هذا شيء طبيعي، إنهاء الانتداب باعتبار أنه إعطاء هؤلاء الضباط فرصة للعودة ورفع الحرج ورفع الضغط عنهم، باعتبار أنه تم حل ميليشيا الدعم السريع ورفع عنها الغطاء التنظيمي ورفع عنها الغطاء الدستوري ورفع عنها الغطاء العسكري، وبالتالي تريد القيادة أن تقول للضباط أنتم مكانكم في وسط القوات المسلحة وهذا القرار لا يشملكم باعتباركم أنتم أبناء القوات المسلحة، حتى لا يكونوا في حيرة من أنفسهم باعتبار أنه هم يعملون منتدبين لهذه القوات، وهذه القوات الآن وصفت بأنها قوات متمردة، حتى لا ينطبق عليهم هذا الوصف. القوات المسلحة أعطتهم فرصة العودة لصفوف القوات المسلحة وهذا ما حدث. نعم، طيب أستاذ حسن، هل تعتقد أن التفاوض ممكن من دون التدخل الدولي وعلى رأس التدخل الأمريكي؟ هل ثمت وسطات داخلية محلية أو إقليمية لحل هذا النزاع؟ في الحقيقة أن الرأي العام السوداني بأكمله والرأي العام داخل القوات المسلحة وهذا أيضا رأي القيادة العسكرية هو عدم الجلوس للتفاوض مع هذه الميليشيا المتمردة، باعتبار أن ما حدث هو عبارة عن تمرد ومحاولة انقلاب تم دحره، فعلى ماذا يتم التفاوض؟ هذه القوات كانت تريد الاستيلاء على السلطة لكي تفرض مشروع سياسي محدد يحقق مصالح إقليمية ومصالح دولية محددة، وبالتالي لا يوجد أي مجال للتفاوض، بل الطريق الوحيد إما إفناء وهزيمة هذه القوات أو قيادة أفراد هذه القوات للمحاكمات وإلى سوح القضاء حتى يلقوا الجزاء الذي يستحقونه. أما مسألة التفاوض فهذه غير واردة الآن. أنت تستبعد بذلك سيناريو ثالث أستاذ حسن، وهو بقاء هذه القوات، قوات الدعم السريع، وسيطرتها على جزء من جغرافيا معينة، وأن تصبح أمرا واقعا كما حصل الحال في بعض الدول الأخرى، يعني قوة عسكرية لديها إمكانيات، ربما تتدخل أطراف خارجية أخرى من أجل أن تدعمها، يعني هذا السيناريو هل يبدو متوقعا في الحالة السودانية؟ لا، بالعكس، هذا السيناريو مستبعد للغاية، لأنه الأغبياء الذين أعدوا هذا السيناريو من دول الإقليم، وأنا آسف للتعبير، فات عليهم أن هذه الميليشيا لا تنطبق عليها مواصفات الميليشيات الأخرى، سواء كان في ليبيا، سواء كانت في اليمن أو في غيرها، ليست لديها حواضن اجتماعية، ليست لديها حواضن عقائدية، ليست لديها حواضن سياسية، هذه قوة عشائرية تقاد وتساق
تعمل لتحقيق مصلحة بيت واحد في هذه العشيرة، وبالتالي ليس لديها أي بناء قومي، ليس لديها أي خطاب قومي، هي قوة منبوذة. الآن الحواجز النفسية بين هذه القوة وبين قطاعات الشعب السوداني بل حتى داخل قبيلة هذه المجموعة العشائرية، الحواجز النفسية وحواجز الكره والربط وصلت إلى مساحات عالية جدا. بالتالي هذه القوات لا تستطيع أن تبقى كقوات لديها صفة سياسية، لأنها لا تمتلك لا المشروعية الاجتماعية ولا تمتلك المشروعية السياسية ولا تمتلك الصفة العقائدية. هم مجرد قطاع طرق الآن يحاولون أن يخدموا شخص محدد لكي يوصلوه إلى السلطة لكي يقوم بحراسة وحماية مصالح إقليمية محددة. نعم، ولكن في ظل تمسك كل طرف بموقفه، هل تعتقد أن تنجز أطراف أخرى متحزبة للأطراف المتحاربة الحالية؟ يعني يفتح الباب أمام حرب أهلية بين قوسين، لا سيما أن المطالب المناطقية حاضرة في خلفية صراع الجيش والدعم السريع. حتى الدعم السريع كما قلت لك لا غير مؤهل لكي يقود حرب بهذه الصفة. يعني حتى في الجغرافيا التي تخص هذه الميليشيا في دارفور، الدعم السريع لديه حسابات مرحلة ولديه قضايا مؤقتة ولديه صراعات دموية مع فصائل إثنية ومذهبية كبيرة جدا في دارفور. بالتالي الدعم السريع لا يستطيع أن يعبر أي تعبير ولا يستطيع أن يمثل أي مجموعة أهلية أو قبلية في الصراع القادم. يعني حتى الذين لديهم صلة دم مع المتمرد حميتين مثل الزعيمة القبيلة موسى هلال أخرج بيان وإنحاز فيه للقوات المسلحة وأكدوا أنهم سيقاتلون إلى جانب القوات المسلحة. إذن هذا الرجل يعني اختار حالة الانتحار بنفسه. هذا الرجل مشى في طريق مغلق من أمامه ومغلق من خلفه، والجهات التي دعمته وشجعته على هذه الخطوة فات عليها أن الصفات التي وجدتها ربما في بعض القادة الذين استخدمتهم لإشعال الحريق في الجغرافيا الليبية وإشعال الحريق في الجغرافيا اليمنية، حتى هذه الصفات التقريبية لا تنطبق في حميتي. نعم، من إسطنبول للكاتب والمحلل السياسي السوداني حسن إسماعيل، شكرا جزيلا لك.